إعلان عن مناظرة بين إسلام البحيري وعبد الله رشدي. وأنا بالروية ومحدش قدر عليا. أول أستاذ إسلام والشيخ عبد الله. شربات يا بنت. ثم تهديدات بالانسحاب من تكوين من يوسف زيدان إذا تمت. ثم إعلان لفاطمة نعوت لن نقبل بمناظرات بين إسلام وبين عبد الله رشدي. مالكش دعوة بيها إلهام إن مالكش حاجة غلط. عرض للمناظرات ثم انسحاب من المناظرات. لماذا انسحبوا؟ وهل لو كانت تمت مناظرة من متوقع كان سيربح ومتى يربح ولماذا سيربح؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. قول يا راجل قول. لم يكن في مصر في الأوساط السوشيال ميديا وغيرها من حديث إلا عن هذا المركز المؤسس مؤخرا تكوين برعاية من السلطة المصرية وبوضع خطوط طبيعي لنقاش في سياقات محددة لهذا المركز. معروف الذين أعلنوا هذا المركز وتوجهاتهم، معروف أن هم أناس ليسوا معروفين بالتخصص في الحديث في الشأن الإسلامي، بل معظمهم معروف بالتطاول على هذا الشأن والتجاوز بغير علم، وإن كان حاول البعض منهم مؤخرا أن يلطف حديثه وأن يتحدث حديث المتودد. انت بتهزر يا ابني، هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي، انت متخلف يا ابني. كما شفنا رأينا في لقاء إسلام البحيري مع عمرو أديب الإعلامي المصري، أعلن في هذا اللقاء عن العرض للحوار والمناظرة. طبعا حتى كان الكلام إسلام البحيري وتكوين لك إحنا لن نتناقش ولن نتحاور مع متطرفين، وهذا دلالة على أنه ليس تنويرا وليس تجديدا، لأن إذا لم يكن الحوار المستنير والمجدد مع المتطرف ومع الغالي، مع من سأتحاور؟ مع المعتدل أيضا؟ ما قيمة ما أقدم إذا لم يكن حواري مع الطرف الآخر لأفهمه ويفهمني ولأوضح له أخطاءه التي أنا أؤمن بها أنها أخطاء، لكن دلالة على أنه حتى لو قال لهم ما موقع الإخوان منكم، ما موقع السلفيين، ما موقع كذا، هو فقط يريد معركة من طرف واحد. أو ينتقي قضاياه وينتقي خصومه أو هذا هو المراد. المهم أعلن عن مناظرة. اللهم صل على النبي. وكتب الشيخ عبد الله على صفحته يؤيد ويقبل، وكتب بعد ذلك جاري الترتيب لإعداد المناظرة. وأنا بالروية ومحدش قدر عليا. كم التفاعل على صفحة عبد الله رشدي منذ أن أعلن ومنذ أن بينوا احتمالا يعني ينسحبوا؟ ومن يقرأ التفاعلات على الصفحة سواء تويتر أو فيسبوك أو غيره وتفاعلات الناس يبين إلى أي مدى المعركة إلى أين ذاهبة. اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ طبيعي أنا لست محبا لمسألة المناظرات. اسم النبي حرصك وساينة في ضمنك يا ابن أمك وحبايبها وجيرانها وجيران الجيران، هو في أطعم منك؟ المناظرات فيها روح التحدي وفيها روح العناد، وكل يصر وفي الغالب لا يخرج منها منتصر ومهزوم إلا في حالات محددة يعني، واحيانا يخرج الطرفان مهزوم يعني ممكن ترجمه لو سمحتي؟ هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ مهزومين الاثنين. اللهم صل على النبي. أو ان ينتصر الاثنان اذا كان في مستوى علمي لائق ومحترم، كما رأينا في بعض المناظرات السياسية يعني يقع الطرفان إلى آخر يعني هذه النماذج. مش عايز أذكر، لا أريد أن أذكر أسماء يعني. يا باشا النهاردة تأكد إن في أمل، في أمل في البلد دي تبقى كويسة طول ما أمثالك موجودين. روع شيخ، ربنا يخرب بيتك. فقضية المناظرات الحقيقة النقاش الفكري أوسع وأرحب، الحوار أفضل،
من المناظرة، مناظرة فيها التحدي وكل يريد أن يربح الآخر. معركة، ماتش ماتش ماتش. ده انجليزي دي يا مرسي. على خلاف الحوار والنقاش الفكري فيه طرح. طيب ماذا لو، يعني طبعا كان المتوقع واضح ان المعركة ذاهبة، والحقيقة يعني عبد الله رشدي ياكل 10-15 زي اسلام البحيري في مناظرة. هو انا بالرواية ومحدش قدر عليا. واي حد، اي حد ازهري عنده علم وعنده اسلوب يتكلم ويتحاور به. يعني احيانا ليس فقط بالعلم انما الاسلوب المحاورة، فهو هنا الأزمة بتوع تكوين والبحيري وغيره مع عبد الله رشدي ومع اللي زي عبد الله رشدي من الازهريين او غيرهم، هو امتلاك الاسلوب الخطاب، ليس فقط مجرد المعلومة. المعلومة هي نصف المعركة، النصف الآخر في المعركة هو كيف تتحدث أمام الخصم وكيف تناظره وكيف تتحاور. وهذا يعني الحقيقة موفق فيه لحد كبير الشيخ عبد الله رشدي والدكتور عبد الله رشدي. الراجل ده عبيط قوي، سبع علبة الكازوزة المطبقة. الراجل ده عبيط جدا، هو عارف انه عبيط والحكومة عارفة انه عبيط، يعني مكتوب في الباسبور عبيط وفصلت الدم أبيته. لان ده الاسلوب اللي بيعتمد اسلام بحيري، يقعد يعني بهذا الشكل سواء الاستفزاز او الطريقه الاخيره اللي فيها هذا التلطيف. فاذا محتاج معلومه ومحتاج حجه او طريقه لعرض المعلومه. فطبعا كانت المعركه ذاهبه الى انتصار كاسح كما حدث ايضا من قبل مع الشيخ اسامه الازهري والشيخ الحبيب الجفري. اهلا بك يا حمراوي. بينوا في نقاش مع اسلام انه جاهل جهل مطبق، وهذا ما قال يوسف زيدان اصلا على اسلام البحيري انه تافه وجاهل قبل ان يعني يصطلح ويكون في انبوبه امنيه واحده ويعني يقتبسان من مشكاة واحده من مشكاة الامن الوطني. اما قليل الادب صحيح، ما تتلم يا رخالة. لا اتهم بالامنيه، انما بقول لا، واضح جدا مساله التنسيق بهذا الشكل في القضاء وفي غيره. روح يا شيخ وتعالى بسرعه. طيب يوسف زيدان اعلن لو تمت مناظره سانسحب من الكيان. وفاطمه نعوت نفس الحال. لو ان هذا اجماع في تكوين، الحقيقه وليس اجماعا، هو انقاذ حقيقي وواضح لسقطة سيقع فيها اسلام البحيري وسيحسب، لان ده عن تيل التكوين، عن تيل جماعة التكوين، وده يعني ايه الوش القفص. فعبد الله رشدي يكون كلو. هو انا بالرواية ومحدش قدر عليا. واي حد انا قلت مكان عبد الله رشدي بنفس المؤهلات هياكل اسلام البحيري، وياكل 20 زي اسلام البحيري. فطبعا هتبقى بهذه الامر، هتبقى اول معركه فهتبقى كاسحه وكاسره. فالعمل لابد في البحث عن سبب. والله الولد ما راحش لان ابوه حلف على امه بالطلاق ما هو خارج من البيت. يحلفوا بالطلاق جميعا ما احناش خارجين. خلاصة الأمر، مناظرة إسلام البحيري مع عبد الله رشدي مع حفظ ألقاب الجميع لن تتم في الغالب، سيتم الانسحاب. وهذا طبعا انسحاب يراد به حفظ ماء وجه اسلام البحيري، لان معركة في الغالب، وانا بقول هنا
سواء انت تحب عبد الله رشدي او تكره عبد الله رشدي بالمقاييس والمعايير، زي لو قلت لي والله اسلام البحيري سيناقش فلان الفلاني الازهري مثلا، اقول لك لا سيكسبه. ليه؟ لان مش عله علم اسلام، لا عله الطريقه. عبد الله رشدي يمتلك المعلومه، يمتلك الطريقه التي يرد بها على اسلام البحيري، ويقينا سيكسب المعركه بهذا الشكل. فلا بد من مخرج. ما المخرج؟ يطلع يوسف زيدان يهدد بالانسحاب، وتطلع فاطمه نعود تصرح باني هذا قرار لتكوين. هي دي قله الادب دي يا اما قليل الادب صحيح، ما تتلمي يا خالتي. طب لماذا لم يخرج اسلام البحيري ويقول والله رفضنا، وهو اللي فتح صدره وقال احنا مستعدين؟ انما ارادوا بذلك حفظ ماء الوجه والهروب المشرف، او كما يقال يعني ايه، تعادل بطعم الهزيمه او انسحاب، مش بطعم الانتصار انما بطعم حفظ ماء الوجه. يا ابوي ام تحمل حمريه، نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، اللهم امين. اقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو انت مستعجل على ايه؟ مستعجل يا جرايه، خدت فلوس عايز تمشي على طول.